عمليات أورام جذع دماغ من العمليات المقدمة في العالم أجمع. تم إجراء هاي العمليات في مركز الحسين لعدة مرضى أغلبهم من الأطفال. زكريا مريض عنا يعاني من ورم في جذع الدماغ. حبينا نسوي في مركز الحسين للسرطان العملية لأنه يعني معروف يعني إنه مركز متميز بالنسبة للعملية تبعت زكريا، والحمد لله عملناها وبنجاح صارت. أورام الدماغ عند الأطفال يشكل ثاني سبب رئيسي للسرطان في الأطفال، وجذع الدماغ 10% من هذا الورم، وأورام التي يمكن استئصالها جراحياً 4% منها. والآن خلال يومين بكون بالبيت بين أصدقاء وأهل إن شاء الله.